تتصدر محافظة حضرموت قائمة أهم المصادر المالية التي تعتمد عليها الحكومة والاقتصاد الوطني، لكن هذه المحافظة الراقدة على أكبر الحقول المعلنة لإنتاج النفط في البلاد يواجه شبابها تزايدا للبطالة في صفوفهم. فقد أظهرت دراسة استطلاعية أجرتها مؤسسة دار المعارف للبحوث والإحصاء بالمكلا أن معدلات البطالة لدى خريجي الجامعات بحضرموت شهد ارتفاعا مضطردا خلال الثمان السنوات الأخيرة بنسبة تجاوزت 45%. دراسة موائمة مخرجات التعليم الجامعي لسوق العمل في حضرموت لاحظنا من 1998 إلى 2009 نسبة البطالة كانت 9%، ولاحظنا أن هذه النسبة بدأت ترتفع من عام 2010 إلى عام 2015 22%، تزيد أكثر وأكثر من عام 2015 إلى عام 2018 وصلت النسبة إلى 45.1%، يعني ارتفعت النسبة 100%. الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يقارب الأربع سنوات وما ألقته من تأثيرات سلبية على الاقتصاد المحلي بالمحافظة، عوامل تتصدر قائمة أسباب الزيادة المضاعفة لمعدلات البطالة، لكنها ليست الوحيدة في ذلك. فبالإضافة لضعف جودة مخرجات التعليم الجامعي تبرز مسألة أخرى حول مدى ملائمة تلك المخرجات لاحتياجات سوق العمل. مخرجات الجامعة حاليا لا تتناسب مع سوق العمل، هذا يقولها كلمة حقيقة. ألغوا التطبيقية الآن منها، صار العمل كله نظري. ليش ما تعمل تطبيق لهم؟ تعطيهم سوق العمل، يشاركون مع القطاع الخاص، يتدربون دفعات. هذا دورهم ميت في الجانب هذا، أهم شيء هو يخرج بس. يخرج لوين؟ يخرجهم للشارع. الزيادة الكبيرة في معدلات البطالة بين صفوف الشباب بالمحافظة دفع السلطات المحلية لإنشاء صندوق دعم الشباب لمساعدتهم وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل. الصندوق الهدف من إنشائه هو عملية مساعدة الشباب في الجانب الاقتصادي من خلال تقديم القروض البيضاء لهم بفترات زمنية ميسرة، تساعد الشباب في أن يبدأوا مشاريعهم بدعم أيضا فني ودعم معلوماتي. هذا التوجه يتزامن وقيام نادي الخريجين بالمكلا بعقد ورش عمل للبحث عن مسببات البطالة وسبل معالجتها وتحديد أولويات ومتطلبات سوق العمل. ويرى مراقبون أن جهود السلطات المحلية ومن خلال مبادرتها لدعم الشباب وتمويل مشاريعهم يمكن لها أن تسهم في الحد من تصاعد مؤشرات البطالة لدى الشباب بالمحافظة، لكنها لن تكون كافية في ظل استمرار الحرب وانهيار الاقتصاد الوطني. محمد اليزيدي لقناة بلقيس المكلا.